معايا المهندسة المعمارية سارة البطوطي. مساء الخير يا باشمهندسة. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. المرأة ممثلة بقد ايه في المجلس؟ المرأة ممثلة بحوالي 60% في المجلس. كام؟ 60%. 60؟ 60%. ما شاء الله، يعني 9. ده الرئيس السيسي منحاز للمرأة يعني. 9 سيدات من 17. 9 سيدات من 17. لا احنا عايزين مساواة، احنا عايزين عدل للرجالة، مش كده؟ باشمهندسة، دورك في هذا المجلس بتعملي ايه؟ يعني من ساعة ما حضرتك تم اختيارك، ما هي الخطوات او الدراسات او الجهد اللي انت بذلاه في اطار ايه؟ انا اولا مهندسة معمارية ومتخصصة في الهندسة البيئية والتنمية. طبعا انا لما لقيت فرصة ان انا اشتغل في مجلس يقدر يكمل صورة المجلس، ان هو طبعا يعني طبيعة الهندسة المعمارية هي زي ما يكون مجال ليه متخصصين وليه رؤية معينة، وهو متطور ومندفع جدا وسريع جدا. نعم. حاجة من الحاجات المهمة ان احنا لازم ندرسها كلجنة، اللي هي ايه دور المعمار وايه دور التنمية، ومش بس بالنسبة للمبنى نفسه وطاقة المبنى والشكل المبنى والمعاني اللي في المبنى، بس الناس اللي بتسكن في المبنى ده، ايه شكل العيلة اللي هتسكن في بيت، وازاي نطور ده، وازاي نفهم ايه احتياجاتهم. وبعدين احنا عندنا مثلا قضية تعدد السكان، حاجة زي كده، ان احنا لازم نفهم ان تعدد السكان معناه ان القرية شكلها بيكبر قد ايه، وازاي نكتب لها ناس بحيث ان هم يفضلوا في القرية دي والقرية دي. يعني واحنا بنعمل، انا اسف يا باشمهندس، يعني واحنا بنعمل، هل بدأ الفعل ولا لا؟ في قرية النهاردة في الوادي الجديد في الظاهرة الصحراوي جديدة، يجب يكون في دور من البداية، وزارة الإسكان وهي بتعمل إسكان متوسط أو للطبقة فوق المتوسطة، هل يجب أن يكون في تنسيق بينكو مع هذه الوزارة بحيث تستفيد بده، يبقى عندي ملمح معماري مصري جديد؟ هو ده دورنا يا فندم. يعني المبنى الحديث اللي كل العالم بيتكلم عنه دلوقتي يبقى مبنى مبني على ثلاث محاور. نعم. المحور الاقتصادي، والمحور اللي هو عن الطاقة، ازاي المبنى ده فعلا بيشتغل، والمحور المهم جدا اللي هو الاجتماعي. يعني مفيش دلوقتي مبنى بيتصنف ان هو مبنى ناجح او قرية ناجحة او مدن ناجحة من غير ما يكون الثلاث محاور دي اتخذت في الاعتبار من اول التأسيس، التخطيط للقرية نفسها او المدينة نفسها لحد التفاصيل في المكان نفسه داخليا. نعم. حاجة من الحاجات اللي احنا شفناها النهاردة وكان دكتور محمد بيتكلم عليها، احنا لما بنقعد في المجلس وبنتقابل مع الوزراء بيبقى الحديث منتهى الشفافية، بحيث ان احنا لو في حل، لو في فكرة بتطلع ساعتها وبنناقشها. مثلا زي فكرة النهاردة ان في عيادات كتيرة اتبنت متجهزة لكن ما فيش جواها دكاترة. دورنا مثلا ان احنا مع الوزير عادل نبيل كنا بنتكلم على طيب الميزانية للوادي الجديد، هل ممكن ان انا اخد من ميزانية المباني وارفع الاجور للدكاترة؟ يعني عشان اعمل حافز للدكتور انه يروح الوادي الجديد. بالظبط. ليه ده ما يطلعش ويبقى ده حل دلوقتي، حل سريع دلوقتي، وبعدين بعد ما اجذب الدكاترة هبتدي اجذب الاستثمار والشغل في المنطقة دي، وتبتدي يبقى فيها حياة، فبعد كده اقدر اطور برضو المباني. فهو الحوار مفتوح، ولازم يتاخد من المحاور اللي هي الاجتماعية دي، مهمة جدا بالنسبة لنا، وده حاجة العالم كله بيتكلم عنها. تمام. يعني برضو نرجع تاني لفكرة الجزر، احنا مش جزر بنشتغل لوحدنا، انتم متصلين بالحكومة بالكامل، متصلين بالحكومة، متصلين يعني انا بالنسبة لمجالي انا بالفكر التقليدي للمبنى وازاي بيتغير، الموارد اللي موجودة، العمالة اللي موجودة، واحنا كمجلس انا مثلا عندي فكرة وعندي خبرة ان انا ببني مع العمالة وساعات بيبقوا بدو. نعم. فابسط الفكرة ازاي انا اشتغل كمهندسة معمارية في مكان، ولازم اتكلم على دور المرأة فيه. نعم. ازاي المرأة تطلع وتبقى مهندسة مشرفة على موقع، ولازم اتكلم مع اعضاء المجلس اللي هم متخصصين في قضايا المرأة.
تمام. بشكرك جدا باشمهندسة سارة البطوطي، عضو مجلس التنمية المجتمعية الرئاسي.